موجز أخبار السياحة من قناة وجريدة تحوس بريس، أهلا بكم. بداية، أشرف اليوم الأربعاء كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي ووزير الصحة ووزير النقل على انطلاق أول رحلة حجاج تغادر إلى البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين الدولي. ويغادر في هذه الرحلة رفقة الحجاج أعضاء بعثة الحج من مختلف القطاعات التي ستعمل جنبا إلى جنب في سبيل خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم الاستثنائي. هذا وافتتحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء البيع الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الخاصة بالخط وهران تونس وهران. وجاء هذا في بيان أصدرته الشركة ونشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أين أكدت من خلاله أن القرار يدخل في إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية لتعزيز برنامج الرحلات الدولية. وهنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من قناة وجريدة تحوس بريس. دمتم في رعاية الله وحفظه.